السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. معنا موقع الربح عبر تعديل عملة البيتكوين، موقع جديد. هذه هي واجهة الموقع كما تشاهدون، الموقع رائع وصادق. هذه هي واجهة الموقع، وهنا يعطيك الاستثمارات إن كنت تريد أن تقوم بالاستثمار في الموقع، طريقة العمل، وهنا السحوبات التي قام الأشخاص بسحبها من الموقع الذي دفعها الموقع. طريقة العمل في هذا الموقع: تقوم بوضع محفظة البيتكوين، طريقة تسجيل، تضع محفظة البيتكوين، ثم تكتب 6 أرقام، ثم تقوم بالدخول إلى الموقع. كما تلاحظون، هذه هي وجهة الموقع بعد التسجيل، وهذا هو الرصيد الذي قمنا بجمعه من هذا الموقع. وهذه هي طريقة تعديل البيتكوين. الموقع يقوم بتعديل البيتكوين ويجمع لك البيتكوين، وتوجد به مجموعة من طرق العمل. كما تلاحظون، هذه هي لوحة القيادة، وهذا هو رصيد الأرباح كما تلاحظون، وهنا أيضا يعطيك الأرباح التي حصلت عليها والتاريخ الذي قمت ببداية العمل في هذا الموقع. هذا الموقع توجد به مجموعة من الطرق العمل. الطريقة الأولى هي عبارة عن اللعبة، هنا تقوم بضغط على لعبة، ستظهر معك هذه اللعبة. هذه اللعبة تقول بأن يجب على ربح عملة البيتكوين مجانا من خلال هذه اللعبة. كيفية تلعب: كما تلاحظون هذه الكيفية، وهذا هو المبلغ الذي ستحصل عليه. هنا يقول لك: إن لم تحصل على أي شيء من هذه اللعبة فسيعطيك 1000 ساتوشي، وإن حصلت على واحد من البيتكوين ستحصل على 2000، وهكذا. وإن حصلت على 2 ستحصل على 10,000. طريقة إنجاز هذه اللعبة: ما عليك سوى يعطيك 3 محاولات، تقوم بالضغط، أنت تختار أنت وحظك فقط. تقوم بهذه الكيفية، تقوم بالضغط، تختار بهذه الكيف، ثم تقوم بالضغط على الفتح. تنتظر كما تلاحظون، ننتظر فقط. كما تلاحظون، لقد حصلنا على واحد كما تلاحظون، ولقد حصلنا على كما تلاحظون 2000 من الساتوشيات. تقوم بالضغط على نعم هكذا، ثم تقوم ب لديك 3 محاولات، تقوم بهذه الكيفية 3 محاولات، ثم تقوم بضغط على الفتح هكذا. ننتظر وسترى أنت وحظك. لقد حصلنا أيضا على واحد من البيتكوين، وحصلنا على 2000 من الساتوشيات، وأنت تقوم بإتمام هذه العملية. والموقع يعطيك ثلاث فرص تقوم بإنجازها. هنا يعطيك إن كنت تريد أن تقوم بالاستثمار في هذا الموقع. هذا هو الاستثمار، تقوم أنت إن كنت تريد أن تقوم بالاستثمار في هذا الموقع. هنا يعطيك المشروع، أو هنا يجب عليك وضع بيتكوين ثمن 0.08، وستحصل على السبينات من هذا الاستثمار، وأيضا ستحصل على 0.4 من البيتكوين. وهنا أيضا يعطيك نفس الشيء، 50 من زائد 50 من ستحصل هنا على 50 من السبلين زائد 0.1 من البيتكوين. إن كنت تريد أن تقوم بالاستثمار، تقوم بالاستثمار لكي تقوم بتقوية أرباحك من هذا الموقع بهذه الاستثمارات. ثم نقوم بالضغط على لوحة القيادة، ستظهر معك لوحة القيادة هنا، هذا هو الرصيد. وإن كنت تريد أن تقوم بالسحب من هذا الموقع، كنت تريد أن تقوم بالسحب، يجب عليك أن تقوم بالضغط على السحب هنا، ثم تقوم بالتأكيد. هنا يقول لك: الموقع يجب عليك الحصول على
فاصلة صفر صفر واحد لكي كحد أدنى لسحب من هذا الموقع، فهو صفر فاصلة صفر صفر واحد لكي تقوم بالسحب من هذا الموقع. كما قلنا لكم يجب عليكم ترك الموقع يعمل بهذه الكيفية، فقط تقوم بجمع البيتكوين بهذه الكيفية. وهنا أيضا لديك هنا إخواني رابط الإحالة الخاص بكم، هذا هو رابط الإحالة الخاص بك، تدعو الأصدقاء من خلال هذا الرابط الخاص بكم، تقومون بنسخ هذا الرابط ثم تدعو الأصدقاء للتسجيل من هذا الرابط الخاص بك، ثم ستحصل على 3 دورات مجانا للعبة اسبين كما تلاحظون. وهنا تظهر معك المكافآت كما تلاحظون هنا مجموعة من المكافآت، وأيضا الموقع كما قلت لكم إخواني فهو رائع رائع جدا إخواني. ما عليكم سوى أن تقومون بالعمل والاستثمار، كما قلت يجب الاستثمار في هذا الموقع، تقومون بالاستثمار من الموقع كما تشاهدون إخواني. ثم تقوم هنا توجد مجموعة من إثبات الدفع الذي حصلوا عليها مجموعة من الأشخاص قاموا بالسحب من هذا الموقع، 50 دقيقة قام هذا الشخص من السحب من هذا الموقع كما تلاحظون. وهذه هي مجموعة من الأرباح الذي سحبوها الأشخاص من هذا الموقع، كما قلنا فهو موقع صادق ورائع. يجب عليكم فقط أن تقوموا بجمع عملة البيتكوين من هذا الموقع، فقط تترك الموقع يعمل لوحده بهذه الكيفية. كما قلت لكم هذا هو رابط الإحالة الخاص بكم، تدعون الأصدقاء من خلال هذا الرابط الخاص بكم. هذه هما السحوبات كما تلاحظون، هذه هما السحوبات التي دفع الموقع للأشخاص الذين يعملون في هذا الموقع. وقد شرحت لكم أيضا هذه اللعبة تقومون ب 3 دورات، تقوم بهذه العملية بهذه الكيفية، تقوم بعمل هذه الكيفية ثم تقوم بالضغط على الفتح، تنتظر قد حصلنا على 1 كما تلاحظون، ولقد حصلنا على 2000 من الساتوشيات كما تلاحظون هنا، يقول لك 1 2000 من كمكافأة من هذه اللعبة، وأيضا 10 آلاف 2، وهكذا حتى تقوم بجمع. وإن لم تحصل على أي شيء سيعطيك 1000 من المكافأة من هذا الموقع. كما قلت لكم إخواني فهو موقع صادق، فقد تقومون بالعمل في هذا الموقع وستحصلون على مبلغ مهم من هذا الموقع. وقد قلت لكم لكي تقوموا بالسحب من هذا الموقع يجب عليك الحصول كحد الأدنى هو 0.02 لكي تقوم بالسحب من هذا الموقع، ثم تقوم بالضغط على التأكيد، ثم سيقوم الموقع بإضافة لك المبلغ إلى محفظتك الخاصة بك. وهذا كل ما يخص هذا الموقع إخواني، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.